تعالوا نعمل مقارنة وهديكم مثال. شفتوا القوة؟ طبعا البقاء للأصلح. وتميل اللي بيقولوا اهتم بصحتك تبقى زي الغزال. تعالوا بقى نشوف حكاية القوة والصحة وكمان الجودة. دي باخرة عليها مكرونة مستوردة بقالها شهور في البحر، وده مصنع مكرونة ريجينا طازة من المصنع، والحد المكرونة ما توصل مفيش ايد لمستها. ولو قارنا طبعا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ريجينا بتقول لكم انتوا مين وانا منكم، وكفاية عليا حبكم.